الرحمن الرحيم، أهلا بكم إلى أخبار عمان من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان. أهلا بكم. وفي أبرز العناوين: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصدر مرسوما سلطانيا ساميا. السلطنة تدين التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في العراق وباكستان وأسفر عن مقتل العشرات. وزير الزراعة والثروة السمكية لإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان: أسعار السمك أصبحت شبه مستقرة، علما بأنه أسعار 2016 كانت أقل من 2015، وبالتالي نتحدث عن استقرار في الكميات المعروضة في السوق المحلية. أكثر من 87% نسبة الإنجاز في مشروع شبكة توزيع المياه بمنطقة وادي الجزي بولاية البريد. أهلا بكم. أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوما سلطانيا ساميا فيما يلي نصه: مرسوم سلطاني رقم 9/2017 بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون ضريبة الدخل. نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى قانون الشركات التجارية رقم 4/74 وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/90 وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 102/94 وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/99 وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/2000 وعلى قانون نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61/2008 وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28/2009 وعلى قانون التفويض والحلول في الاختصاصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17/2010 وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2013 وعلى قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2016 وبعد العرض على مجلس عمان وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت: المادة الأولى تجرى التعديلات المرفقة على قانون ضريبة الدخل المشار إليه. المادة الثانية تستبدل بعبارة الوزير المشرف على وزارة المالية أينما وردت في المرسوم السلطاني رقم 28/2009 المشار إليه عبارة الوزير المسؤول عن الشؤون المالية. المادة الثالثة ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. صدر في 28 جمادى الأولى سنة 1438 هجرية الموافق 19 فبراير سنة 2017 ميلادية. قابوس بن سعيد سلطان عمان. استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء اليوم صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال آل سعود، حيث أعرب سمو الأمير عن أطيب التحيات والتمنيات لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم أبقاه الله بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق. تم خلال اللقاء استعراض مسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والعلاقات الطيبة التي تربط دوله في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. لقد أشاد سمو الأمير بالسياسات الحكيمة للسلطنة وما حققته من تقدم ملموس على مختلف الأصعدة، معربا بأن هذه الزيارة سوف تتيح له الالتقاء مع عدد من المسؤولين عن القطاعات التي حققت فيها السلطنة المزيد من التنمية. حضر المقابلة معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية. أدانت السلطنة التفجيرين الإرهابيين في جمهورية العراق الشقيقة وجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، واللذين أسفر عن مقتل العشرات وإصابة العديد من الأشخاص.
وأعربت السلطنة في بيان صدر عن وزارة الخارجية اليوم عن استنكارها لهذين التفجيرين المروعين اللذين يتنافيان مع القيم الدينية والإنسانية، داعية الله عز وجل بالرحمة والمغفرة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين. أسعار الأسماك في أسواق السلطنة في استقرار، أكد ذلك معالي الدكتور فؤاد بن جعفر السجواني وزير الزراعة والثروة السمكية في تصريح لإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان، مشيرا إلى أن كميات الإنتاج زادت إلى أكثر من 60% خلال الخمس سنوات الماضية، إضافة إلى زيادة التصدير خارجيا. أسعار السمك أصبحت شبه مستقرة، علما بأنه أسعار 2016 كانت أقل من 2015، وبالتالي نتحدث عن استقرار في الكميات المعروضة في السوق المحلية والكميات والأسعار، أسعار هذه الأسماك، علما بأنه كميات الإنتاج زادت أكثر من 60% خلال السنوات الخمسة الماضية. صدرنا كميات إضافية إلى خارج السلطنة، وبالحمد لله القطاع يمشي بخطى يعني مستمرة عالية، بلغت أكثر من 13% خلال السنوات الستة الماضية، وهي نسبة عالية جدا على بالمستوى الدولي والحمد لله. السلطنة ترصد مكامن وتحركات الجراد الصحراوي لضمان مكافحتها تحقيقا للأمن الغذائي، هذا ما أوضحه معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية. جاء ذلك خلال الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس هيئة مكافحة الجراد الصحراوي لدول المنطقة الوسطى وافتتاح الدورة 30 للهيئة في مسقط. 5 عقود مرت على إنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوي لدول المنطقة الوسطى، قدم أعضاؤها إلى السلطنة ليس للاحتفال بمرور 50 عاما فحسب، وإنما لمعرفة التحديات التي تواجه الدول الأعضاء من هذه الآفة التي تفتك بالإنتاج الزراعي. فكل الخطوات الاحترازية على مستوى السلطنة تقوم على قضية الرصد اليومي من قبل المنظمة، وكذلك على الإنذار المبكر والتقارير التي تصل لنا. فالحمد لله أنتم كل لاحظتم خلال السنوات الماضية لم تصل إلى السلطنة إلا يعني كميات قليلة من الجراد، وأكثر مستوطن يعني الجراد المحلي، أما موجات الجراد لم تصل، ولما وصلت تعاملنا معها بشكل حازم والحمد لله. الجراد الصحراوي يعبر الحدود ويسلك مسافات تقدر بآلاف الكيلومترات، تقتل معها المسطحات الخضراء والنباتات، فالسلطنة استطاعت التعامل مع وصول بعض من أسراب الجراد القادمة من خارج الحدود، والمستوطن منها فقد تم القضاء عليه مثل ما حدث في محافظة الظاهرة. الوضع الحالي للجراد الصحراوي في المنطقة يتواجد فقط في المملكة العربية السعودية، وهناك طبعا عمليات مكافحة جارية على غدب وساق، ولله الحمد الأمر تحت السيطرة، وبالتالي لا توجد خطورة على سلطنة عمان أو الدول المجاورة. أما الوضع بالنسبة لليمن فالوضع لا زال مبهم وغير واضح نظرا للظروف التي تمر بها اليمن الشقيق. نتمنى إن شاء الله خلال الأيام القادمة أن يكون هناك في تكثيف عمليات المسح، وبالتالي تتضح الصورة حتى تستطيع فرق المكافحة التدخل ومنع أي انتشار آخر للجراد. من الملاحظ اليوم أن لم تعد هناك تلك الأسراب المتواصلة على الأقل، حين الآن تنشأ هذه الأسراب بإمكان الهيئة أن تسيطر عليها في مكان توالدها، وتدعم الدول بشتى الوسائل خاصة بالمعلومات والمسح وبالاستطلاع المبكر الذي يساعد هذه الدول في أخذ القرارات سريعا وتصدي للآفة بطريقة فعالة جدا. فرق رصد الجراد الصحراوي مستمرة في العمل وتصدر تقارير بشكل دوري، وتستخدم أحدث ما توصلت إليه الأبحاث العلمية في المكافحة. على الرغم من الجهود المتواصلة على مدار 5 عقود لهذه الهيئة في مكافحة الجراد الصحراوي، إلا أن المنطقة ليست بمأمن كامل من أسراب هذه الآفة، الأمر الذي يوجب الحيطة والحذر. فارس بن جمعة الوهيبي، مسقط. وفترتنا الإخبارية مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان، وفيها بعد قليل افتتاح المقر الجديد لمبنى جمعية المرأة العمانية بولاية الرستاق.
أهلا بكم. احتفلت شرطة عمان السلطانية بافتتاح وحدة شرطة المهام الخاصة بولاية السويق بمحافظة شمال الباطنة وتخريج فصائل من الشرطة المستجدين. يأتي افتتاح الوحدة في إطار سعي شرطة عمان السلطانية لترسيخ مظلة الأمن والأمان في ربوع البلاد وتوفير بيئة عمل نموذجية تهيئ للعاملين مجالا ملائما لأداء أفضل في تقديم الخدمة الشرطية. رعى الاحتفال معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان. بحث تعزيز التعاون في عدد من المجالات بين السلطنة وتركيا كان محور لقاء سعادة السيد سعيد بن إبراهيم البوسعيدي نائب محافظ مسقط والعقيد علي تونا بايسال قائد الفرقاطة التركية. تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية والأمور ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين. في سبيل رفع كفاءة مفتشي السفن في السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي، نظمت وزارة النقل والاتصالات حلقة تدريبية في مجال التفتيش والرقابة على السفن الأجنبية. الحلقة التي شارك فيها عدد من مفتشي السفن من السلطنة وخارجها ركزت على رقابة صلاحية السفن الأجنبية الزائرة للموانئ العمانية حفاظا على سلامة البيئة البحرية من التلوث. تعزيز معرفة المشاركين في مجال التفتيش والرقابة وزيادة كفاءة مفتشي السفن في السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي والعمل على مراقبة السفن للتأكد من تطبيقها لمعايير السلامة الدولية وفقاً للمتطلبات الدولية الصادرة من المنظمة البحرية، أبرز ما تبحثه بمسقط الحلقة التدريبية في مجال التفتيش والرقابة على السفن الأجنبية التي تنظمها وزارة النقل والاتصالات. الحلقة من ضمن سلسلة حلقات تقوم فيها الوزارة مع مذكرة تفاهم الرياض، وهذه نرى أن مذكرة تفاهم الرياض أيضا ومذكرة طوكيو بالإضافة إلى منظمة البحرية الآيمو مشاركين خبراء معهم هالمرة، وفي دعوة جاءت لعدة دول مشاركة منها كونغو وتشيلي واليابان والصين، ونأمل أن تعطي فكرة وتبادل بعض المعلومات الجديدة في عملية التفتيش على السفن. الحلقة تناقش على مدى أسبوعين آليات عمليات المراقبة والتفتيش على سلامة الملاحة البحرية الآمنة بين دول المجلس، والحد من السفن التي لا تطبق المعايير الدولية، بالإضافة إلى مناقشة مراجعة جميع المعاهدات الدولية الخاصة بتفتيش السفن. كما تشمل الحلقة جانباً عملياً سيكون في ميناء صحارى الصناعي وينفذ على متن السفن. أبرز المحاور التي تتناقش في هذه الدورة هي التي تتعلق في مراجعة الاتفاقيات الدولية، هي التي تتعلق بسلامة الملاحة، سلامة الأرواح في البحار، سلامة التلوث من تلوث البحار والمدونات المتعلقة بأمن السفن والموانئ، وكيفية تطبيق مفتشين السفن لهذه الاتفاقيات. الحلقة يشارك فيها عدد من مفتشي السفن من السلطنة وخارجها، وتأتي في سياق دور وزارة النقل والاتصالات بمجال التفتيش والرقابة على السفن الأجنبية الزائرة للموانئ العمانية، تأكيداً لصلاحيتها في مجال الإبحار وحفاظاً على سلامة البيئة البحرية العمانية من التلوث. الملتقى التقني السابع هو عنوان الملتقى الذي تنظمه دائرة النشاط الثقافي بجامعة السلطان قابوس، حيث يهدف إلى إيجاد تمويل للمشاريع والابتكارات الطلابية. ويشارك في هذا الملتقى مجموعة من الطلبة من مختلف مؤسسات التعليم العالي الذين يشاركون بأعمالهم المتمثلة في العديد من الابتكارات، كما يستهدف طلبة المدارس بالسلطنة. كيف تتخيل المستقبل؟ عبارات تجدها وتجد أفكارا تم تصميمها يوفرها الملتقى التقني السابع لجعل ممارسات اليوم أفضل، وتعمل هيئة تقنية المعلومات بدعمها عبر برامج عدة كساس. المشاريع اللي الهيئة تدعمها هي الهدف منها إيجاد يعني نقل الأفكار لأفكار الطلابية هذه
إلى منتجات. عندنا مركز ساس لريادة الأعمال مفتوح للجميع، ودائما عيوننا على بعض المشاريع الموجودة هنا ممكن تستضاف وممكن تطور، وممكن الشباب بدل ما يكون كمنتج تخرج يكون كمنتج إن شاء الله لشركة مستقبلية. التطبيقات الإلكترونية كرحال والروبوتات والبرامج الثلاثية الأبعاد عززت من إثراء أجواء المعرض الذي اشتمل على العديد من الابتكارات الطلابية والتي تعد القطرة الذكية إحداها. القطرة الذكية هو عبارة عن نظام متكامل لإدارة عملية الري بطريقة مختلفة بناء على احتياج التربة للمياه وبناء على الوقت اللازم لري التربة والنبتة بالمياه. مشروعنا قسمنا الشارع لثلاث خطوط بدل من خطين، خطين يكونوا للخروج في الفترة الصباحية وخطين للدخول في الفترة الصباحية وخط للخروج. طبعا يمتد هذا النظام إلى تقريبا الساعة 10 صباحا بحيث يعني ينتهي الازدحام المروري، وفي الفترة المسائية يكون العكس، بيكون عندنا خطين للخروج وخط للدخول. الملتقى يستهدف الكثير من طلبة المدارس والمهتمين بالابتكارات، حيث تعرض فيه ابتكارات كمولد الطاقة الكهربائية هذا والذي ينتجها من مصادر متجددة. المشروع فكرته كانت بداية يعني نستخدم جميع المصادر الطاقة المتجددة المتوفرة في السلطنة. استفدنا من هاي الفكرة أن نستخدم جهاز يجمع جميع هذه المصادر، من حيث استخدمنا الخلية الشمسية اللي هي تعتمد على قوة الشمس الساطعة في النهار، وكذلك استخدمنا اللي هي مروحة اللي تعتمد على طاقة الرياح، وابتكارات تهتم بالجانب البيئي كخلية النحل هذه. فكرة المشروع هو بيت النحل اللي هو يعني يعمل بيئة مناسبة للنحلة من خلال أنه يقيس الرطوبة ودرجة الحرارة. طبعا في حساسين موجودين في البيت النحل اللي هو حساس الحرارة ودرجة الرطوبة وحساس الدخان. ويهدف الملتقى إلى عرض نماذج من إبداعات الطلاب والتي يضع القائمون عليها تطلعات وآمال عدة. يأمل القائمون والطلبة المبتكرون المشاركون في معرض تكنوفيجن على أن ترى مشاريعهم النور عبر تصنيعها من قبل شركات متخصصة. من جامعة السلطان قابوس، يعقوب بن يوسف البلوشي. أكثر من 235 مليون ريال عماني قيمة العقود المتداولة في السلطنة خلال شهر يناير الماضي، مع رسوم محصلة بلغت أكثر من 6,800,000 ريال عماني، وذلك عبر إجراء نحو 32,971 تصرفا قانونيا شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والانتفاع والقسمة، بالإضافة إلى التأشيرات والملكيات. إذن مشاهدينا، أخبار عمان مستمرة، وننتقل إلى طائفة من أخبار المحافظات. دعما لجهود تمكين المرأة العمانية وتشجيعها للقيام بدورها في جهود التنمية المختلفة، احتفلت وزارة التنمية الاجتماعية بافتتاح المقر الجديد لمبنى جمعية المرأة العمانية في ولاية الرستاق. هذا المقر الجديد جاء ضمن المكرمة السامية لإنشاء مباني مهيئة لجمعيات المرأة في مختلف ولايات السلطنة. رعى حفل الافتتاح معالي الدكتور عبد الله بن نصر الحراسي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. مرحلة جديدة للمرأة العمانية وهي تواصل قطف ثمار النهضة المباركة تمثل في افتتاح المقر الجديد لمبنى جمعية المرأة العمانية بولاية الرستاق كدعم سخي من لدن جلالة السلطان المعظم للمرأة العمانية في أن يكون لها مقر متعدد الأغراض تسهم من خلاله في دعم مسيرة التنمية. افتتاح هذه الجمعية هي جائزة ومكرمة من صاحب الجلالة السلطان قابوس حفظه الله ورعاه للمرأة العمانية، ونحن في ولاية الرستاق فخورين بما نشاهده من تفاعل وحراك مجتمعي من قبل المرأة في ولاية الرستاق، فهي تقدم خدمة جليلة لأفراد المجتمع صغارا وكبارا
والجميع يستفيد من هذه الجمعية. الوزارة ماضية بشكل كبير جدا في يعني تعزيز دور المرأة وتعزيز الجمعيات بمختلف محافظات السلطنة، ولا شك محافظة جنوب الباطنة تحظى بدور كبير، تحظى باهتمام كبير في هذا الجانب، وتعمل الوزارة حقيقة على تمكين المرأة بمختلف الإمكانيات المتاحة من خلال دعم البرامج والأنشطة. المبنى والذي صمم ليواكب تطلعات المرأة العمانية من خلال القاعات المتعددة الأغراض والتي تمنح المرأة مساحة من التميز في مختلف الأنشطة النسوية، ستعمل على تمكينها مهنيا بما يحقق تطلعاتها في أن تكون ساعد بناء جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل. فرحة طبعا كبيرة من النساء الولاية ومن عضوات جمعيات المرأة العمانية بالرستاق على افتتاح هذا الصرح الذي إن شاء الله سوف تكون فيه فعاليات كثيرة وبرامج عديدة تهم في صالح المرأة العمانية داخل الرستاق وخارجها. خططنا إن شاء الله القادمة في المبنى خطط كثيرة تهم المرأة في العديد من في المجالات الصحية والاجتماعية والثقافية والدينية. المقر الجديد والذي شيد على مساحة 12 ألف متر مربع روعي فيه شمولية المرافق التي تنسجم مع ما تنشده المرأة والطفل، واللذان يعدان الأساس المتين لأسرة منتجة بعزائمهم تبنى الأوطان. آفاق رحبة ستفتح أمام المرأة العمانية عبر تمكينها للقيام بدورها من خلال الدورات والبرامج والورش التخصصية تحت سقف مبنى متكامل المرافق. عبد الله بن عامر الويهي من مقر جمعية المرأة العمانية بولاية الرستاق محافظة جنوب الباطنة. تواصل الهيئة العامة للكهرباء والمياه تنفيذ العديد من المشاريع المائية وفق خطة تنموية تهدف إلى توفير المياه الصالحة للاستخدام الآدمي في شتى بقاع السلطنة. ومن هذه المشاريع المنفذة في هذه المرحلة مشروع شبكة توزيع المياه بمنطقة وادي الجزي بولاية البريمي، والذي وصل العمل فيه إلى مراحل متقدمة. المشاريع المائية في محافظة البريمي متواصلة، منها ما تم إنجازه، بينما يجري العمل في تنفيذ مشاريع أخرى، والحديث هنا عن شبكة توزيع المياه بمنطقة وادي الجزي والتي بدأ العمل فيها في منتصف العام المنصرم، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى مراحل متقدمة. هذا المشروع أحد مشاريع الهيئة العامة للكهرباء والمياه. المشروع بدأ شهر 7/2016، المشروع حاليا في مراحله النهائية، نسبة الإنجاز في حوالي 87%، تكلفة المشروع حوالي 1,000,000 ريال عماني. بعض الأعمال الباقية من المشروع كما تشاهدون أنتم حاليا، المشروع جاهز كستركشر، فقط باقي أصباغ وأعمال كهربائية. المشروع والذي سيستفيد منه أكثر من 3,500 أرض خدمية سيشتمل على إنشاء خطوط توزيع بطول 22 كيلومتر، إضافة إلى إنشاء خزان تجميعي وتوزيعي بسعة 1,000 متر مكعب تصل مياهه إلى قرى سديف والحيل والرابي ومركز الشرطة القديم. ما في شك أن المشروع يهدف إلى توفير المياه بجودة عالية وبصفة مستدامة. المشروع راح يخدم ما يقارب من 100 وحدة سكنية قائمة. من المتوقع انتهاء المشروع خلال الربع الثاني من العام الجاري. طبعا المشروع راح ينقل في نقلة نوعية لأهالي المنطقة في حياتهم اليومية إن شاء الله تعالى. وتواصلا لهذه المشاريع، انتهت الهيئة مؤخرا من تنفيذ مشروع إمداد المياه بنيابة الروضة بولاية محضة، كما يعد مشروع سقيا أحد المشاريع الناجعة التي ساهمت في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين. يأتي تنفيذ هذا المشروع ضمن رؤية الهيئة العامة للكهرباء والمياه الرامية إلى تغطية 98% من سكان السلطنة بشبكة توزيع المياه بحلول عام 2040. من منطقة سديف بولاية البريمي، أنور بن زاهر الغريبي. استمرارا للجهود التي تبذلها مختلف قطاعات المجتمع لتعزيز الوعي المروري، جاء تنظيم ملتقى الأسرة والطفل المروري بمبادرة من لجنة السلامة المرورية
بشؤون البلاط السلطاني. الملتقى الذي تتواصل فعالياته على مدى 3 أيام في ولاية نزوة يحظى بمشاركة المؤسسات الحكومية والأهلية ويسعى إلى استقطاب شريحة واسعة من أفراد المجتمع. في ولاية نزوة كان لقاء لجنة السلامة المرورية بشؤون البلاط السلطاني ولجنتي السلامة المرورية بولايتي نزوة وأدم وشرطة عمان السلطانية والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف وجامعة نزوة وقطاعات مجتمعية أخرى. كان لقاء الجميع من أجل رسالة واحدة هدفها الأسمى تعزيز الوعي المروري والمساهمة في خفض معدلات الحوادث المرورية. هذا الملتقى ملتقى الأسرة والطفل المروري، الهدف منه هو بث التوعية والإرشاد بأهمية الحد من حوادث السير، تلكم الحوادث حقيقة التي تؤرق الجميع، وهو رسائل واضحة بأن يتعاون المجتمع صغارا وكبارا للحد من حوادث السير. لجنة السلامة المرورية بشؤون البلاط السلطاني لديها مسؤولية اجتماعية بالإضافة إلى مهامها الأولى، يعني وهي المشاركة مع بقية اللجان المرورية في كافة المحافظات. ففي العام الماضي حقيقة كنا شاركنا في جنوب الشرقية بولاية بدية، وهذه السنة طبعا ارتأينا أن يكون التوزيع الجغرافي مهم عندنا فشاركنا في نزوة. بدا التنوع واضحا في أركان المعرض من خلال الوسائل التي استخدمت لترسيخ مفاهيم الالتزام بأنظمة المرور. كان لنا مشاركة بمشروع جهاز الشعر عن بعد للحيوانات السائبة، وأيضا حقيبة السلامة المرورية لكل بيت وزعناه في ولاية أدم، بالإضافة إلى جهاز دعاء السفر في السيارة وبعض الأنشطة اللي هي قمنا بها داخل ولاية توعية أبنائنا على مستوى المدارس ولاية أدم. الإحصاءات المرورية التي تشير إلى أن فئة الشباب هي الفئة الأكثر عرضة لحوادث السير حثت ببرنامج الملتقى إلى تركيز جرعات الوعي المروري على هذه الفئة المجتمعية. جامعة نزوة دائما تهدف إلى أهمية نشر الوعي المروري في المجتمع، فنحن اليوم بمشاركتنا هذه في هذا المعرض ننشر من خلال رسالة إلى أهمية أخذ الحيطة والحذر في المرور، وأيضا لتوعية بعض الشباب نظرا لأن المجتمع الجامعي معظمه يتكون من فئة الشباب. ومع أن الإحصاءات المرورية جاءت إيجابية والتي أشارت إلى انخفاض الحوادث المرورية بنسبة 32%، إلا أن قطار التوعية المرورية لا بد له من الاستمرار. مشاركة قطاعات حكومية وأهلية في ملتقى الأسرة والطفل المروري من شأنه أن يعمل على تحقيق فاعلية أكبر لرسالة الملتقى الذي سيعمل على استقبال زواره لمدة 3 أيام هنا في نزوة جراند مول. سعيد بن ذيب الهنائي، محافظة الداخلية، ولاية نزوة. اختتمت بولاية عبري المسابقة السنوية للرماية بالأسلحة التقليدية بمشاركة أكثر من 900 رام من السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي. فعاليات المسابقة اشتملت على إسقاط الأطباق باستخدام سلاحي السكتون والبندقية الثقيلة، ورعى حفل الختام علي الشيخ عبد الله بن علي القتبي مستشار الدولة. ميدان الرماية بقرية مشارب بولاية عبري كان على موعد سنوي لاحتضان مسابقة الرماية التقليدية على مستوى محافظات السلطنة، التي شهدت مشاركة واسعة من قبل المهتمين بهذه الرياضة التقليدية. هي مسابقة واسعة جدا وتتميز بمشاركة من جميع محافظات ومناطق السلطنة، حيث بلغ عدد المشاركين في رماية السكتون ما يقارب من 575 مشارك أو السكتون السلاح الخفيف، وبالنسبة للسلاح الثقيل أو ما يسمى الإيفن فما يقارب من 375 مشارك، أي ما مجموعه ما يقارب من 975 تقريبا في الحدود هذا. الرماية تسري في دماء أبناء سلطنة عمان، وحتى سبحان الله مشاركاتهم سواء في السلطنة وخارج السلطنة تجدهم دائما ما شاء الله يحتلوا المراكز الأولى، وهذا يدل على أن الشيء هذا ماخذينه أبن عن جد. فعاليات المسابقة اشتملت على منافسات إسقاط الأطباق بسلاح السكتون ليحصل فريق السعودية نخل على المركز الأول،
بينما حصل فريق محافظة الظاهرة على المركز الأول في منافسات إسقاط الأطباق باستخدام البندقية الثقيلة. حصلنا على المركز الأول في رماية الأطباق ثقيل بوقت زمني 7 ثواني، وهذا الوقت خيالي صراحة. اليوم الجو متغير كي كان هو، لكن الحمد لله تغلبنا على الأمور وكانت الأمور طيبة على ما يرام. حصلنا العام الأول وستنا هذه الأول. وفي منافسات رماية الأهداف على المستوى الفردي باستخدام سلاح السكتون جاء في المركز الأول الرامي سالم بن هويشل الدرعي، ليأتي الرامي علي بن حميد المقبالي على المركز الأول في منافسات رماية الأهداف باستخدام سلاح البندقية الثقيلة شعيرة. أما الرامي مسلم بن محمد جعبوب استطاع إحراز المركز الأول في رماية الأهداف باستخدام البندقية الثقيلة مفتوح. الشاعر الصغير سالم البلوشي إلى جانب شعراء آخرين قدموا مجموعة من القصائد الشعرية تغنوا بحب الوطن والقائد. سيد المغوار قابوس الأشم، اشهد التاريخ في أرض الوطن، إنك النبراس الفهم والأهم، وإنك المدرك لكل المعضلات، وللعلوم الفكر وللفكر العلم. سيدي والمجد منبع من يديك، والتراب الطهر من فيضك رسم، كلنا نفخر بقابوس المفدى، لو حكى بالقول القلب ابتسم. هذه المسابقات التي تقام في كل عام أوجدت متسابقين يتمتعون بالمهارة والخبرة في مجال الرماية التقليدية. خليفة بن محمد الشماخي من قرية مشار بولاية عبري محافظة الظاهرة. تشجيعا لملاك ومضمري الهجن الأهلية وسعيا نحو المحافظة على السلالات الأصيلة أو الأصلية، انطلق مهرجان صحار الثالث للهجن المفاري بمشاركة واسعة من مختلف ولايات السلطنة. المهرجان أقيم على ميدان صحار لسباقات الهجن ويستمر لمدة 3 أيام. راعى حفلة اختتام المهرجان معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية. فعاليات تراثية متنوعة اشتمل عليها مهرجان صحار الثالث لمزاينة المفاريد الذي أقيم على ميدان صحار لسباقات الهجن الأهلية بمشاركة واسعة لملاك الهجن من مختلف ولايات السلطنة. ما لاحظناه في المهرجان مشاركة من كافة ملاك الهجن في كافة أنحاء السلطنة، والحمد لله المهرجان حظى بحضور جماهيري لافت للانتباه. المهرجان الذي استمر لمدة 3 أيام شهد منافسات حامية في مسابقة المزاين لأجمل النوق العمانية الأهلية التي حكمتها لجنة متخصصة في النظر بخبرة إلى تفاصيل جمال الهجن. في السباق الحمد لله بكرة وصلت معنا بمبلغ كبير جدا، وصاحبها الحين في مفاوضة، هذا يصب منفعة كبير لملاك الهجن، مردود اقتصادي مستفيدين منه وتستفيد الولاية بشكل عام. نحن كاقتصاد ولاية يرتفع في بالنسبة لهذه الأنشطة، ودائما نحن ما نتبع يعني مقولة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس على المحافظة على هذا الموروث وهذه الرياضة المتعارف عليها لدى أصحابين الهجن بشكل عام في السلطنة. الفنون العمانية المغناة كانت حاضرة ضمن فعاليات المهرجان كفنون التغرود والونة والحماسية والعازي، إلى جانب تقديم القصائد الشعرية، ليأتي الختام بإعلان نتائج النوق الفائزة بالمراكز الأولى في مسابقة المزاينة وتكريم الفائزين والمشاركين. مسابقات المزاينة لاختيار أجمل النوق العمانية أصبحت تشكل نشاطا اقتصاديا هاما لملاك الهجن في السلطنة، فضلا عن المشاركات الخارجية المشرفة للهجن العمانية. من ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة، علي بن سالم البادي. وقبل الختام هذا تذكير بأهم العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصدر مرسوما سلطانيا ساميا بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون ضريبة الدخل. سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد يستقبل السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال آل سعود. السلطنة تدين التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في العراق وباكستان وأسفرا عن مقتل العشرات. وزير الزراعة والثروة السمكية لإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان. أسعار السمك أصبحت شبه مستقرة، علما بأنه أسعار
2016 كانت أقل من 2015، وبالتالي نتحدث عن استقرار في الكميات المعروضة في السوق المحلية. أكثر من 87% نسبة الإنجاز في مشروع شبكة توزيع المياه في منطقة وادي الجزي بولاية البريم. وفي ختام نشرتنا هذه تحيات فريق العمل في مركز الأخبار. شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام ومساء الأجواء الجميلة. انتشار سحب حاضر حاليا في أجواء شمال السلطنة بوجه عام، ودرجات حرارة معتدلة في معظم أجواء شمال السلطنة مثل ما نشاهدنا من خلال آخر صور الجوية. انتشار السحب واستمرار تدفقها على محافظات شمال السلطنة، قد تكون هناك بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة على محافظات أقصى شمال البلاد، محافظة مسندم وربما أجزاء من محافظتي البريمي وشمال الباطن. انتهت فرصة ولكن تبقى الأجواء اللطيفة، انتشار السحب وأيضا باردة نسبيا خلال ساعات الليل. إلى التفاصيل للساعات القادمة من هذه الليلة. في مسقط تتواجد السحب، سحب عالية ومتوسطة ودرجات الحرارة دون 20 هذه الليلة. كذلك والحال بالنسبة لأجواء محافظة جنوب الباطنة، وتصل إلى 15 درجة في المناطق الجبلية. على سواحل شمال الباطنة 13 درجة الليلة مع انتشار السحب، وفي محافظة مسندم 14 درجة مع تواجد السحب وأجواء غائمة إلى غائمة جزئيا، 11 درجة الليلة في البريمي، وفي محافظة الظاهرة تبقى حول 10 درجات مع تواجد السحب بشكل واسع هناك، وكذلك في أجواء محافظة الداخلية 5 درجات في قمم الجبال لا سيما في جبل شمس وفي سيق، و14 درجة مئوية في الولايات والمناطق المجاورة لجبال الحجر. في أجواء شمال الشرقية تبقى الأجواء خالية من السحب الليل، ولكن تبقى أيضا باردة نسبيا، تصل درجة الحرارة إلى 16 درجة مئوية دون 20 كذلك في جنوب الشرقية مع تواجد السحب بوجه عام، وتنتشر بعض السحب المتفرقة على سواحل المحافظة الوسطى، ودرجة الحرارة 17 درجة تصل إلى 12 درجة خلال ساعات الليل في المناطق الصحراوية. 15 درجة في شمال محافظة ظفار مع فرصة لانتشار وتواجد بعض السحب، وتبقى الأجواء خالية من السحب على سواحلها، ودرجة الحرارة الصغرى تصل إلى 20 درجة خلال ساعات الليل. البحر هائج الموج بسبب نشاط الرياح الشمالية الغربية على سواحل السلطنة المطلة على بحر العرب، يصل أقصى ارتفاع الموج 3 أمتار، وتصل سرعة الرياح إلى 25 عقدة، تبقى نشطة السرعة. على سواحل محافظة مسندم تهب رياح غربية معتدلة السرعة إلى نشطة، أحيانا تتجاوز 15 عقدة بين حين وآخر، وبالتالي يكون البحر متوسط موج يصل أقصى ارتفاعا له مترين. وعلى سواحل بحر عمان البحر يكون متوسط لهاج الموج لا سيما في العمق بسبب ايضا نشاط الرياح الشماليه الغربيه، تصل سرعتها ل 20 عقده ويصل ارتفاع الموج الليله الى مترين ونصف المتر. كان هذا كل ما لدينا من اخبار الطقس حتى الساعه، نلتقيكم مجددا في 10 مساء، اجواء طيبه نتمناها لكم دائما. شكرا لكم والى اللقاء.